الزعاطشة ببلدية الإشبانة بولاية بسكرة. مساء الخير سيدي، أهلا بكم. ما هو شعوركم بهذه المناسبة وهذا الحدث العظيم الكبير كبر الجزائر؟ بعد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. يقول المولى عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. إنه لمن دواعي الغبطة والسرور أن امتد العمر بنا هذه اللحظات التاريخية السعيدة المتمثلة في إعادة رفات أجدادنا الأمجاد إلى أرضهم ليواروا التراب بين أهلهم وذويهم، وهذا بفضل مجهودات وهمم الرجال المخلصين لهذا الوطن الغالي، وعلى رأسهم السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون حفظه الله. فشكرا سيد الرئيس، شكرا من الزعاشة المجاهدة ومن كافة ربوع الوطن. فاللسان يعجز عن الكلام، يعجز عن الكلام في هذه اللحظات التي زادت من شعوري بالافتخار والاعتزاز بالانتماء للجزائر، الجزائر شهداء، والمجد والخلود لشهدائنا الأبرار. شكرا لك سيد محمد سعيد الحفيد الرابع من الأم للشيخ.